من أين تأتي آراؤك وقناعاتك؟ إذا كنت مثل معظم الناس فأنت تشعر أن قناعاتك عقلانية ومنطقية ومحايدة بناء على سنوات من الخبرة والتحليل الموضوعي للمعلومات المتاحة لديك. في الواقع كل واحد منا عرضة لمشكلة صعبة تعرف باسم الانحياز التأكيدي. غالبا ما تستند معتقداتنا إلى الاهتمام بالمعلومات التي تدعمها، وفي نفس الوقت نميل إلى تجاهل المعلومات التي تتحداها. في علم النفس هناك العديد من الانحيازات المعرفية، وما الانحياز التأكيدي سوى أحدها؟ الانحياز التأكيدي هو نوع من الميل المعرفي الذي يتضمن تفضيل المعلومات التي تؤكد معتقداتك أو مفضلاتك المعرفة مسبقاً. على سبيل المثال، تخيل أن شخصاً لديه اعتقاد بأن الفرد الأعسر هو أفضل من الأيمن. عندما يصادف هذا الشخص أعسراً ومبدعاً، فإنه يولي أهمية أكبر لهذا الدليل الذي يدعم ما يؤمن به بالفعل. قد يبحث هذا الشخص عن دليل يدعم هذا الاعتقاد بشكل أكبر، بينما يستبعد الأمثلة التي لا تدعم الفكرة. بتعبير مبسط جداً، ما أن تأخذ عقولنا اتجاهاً معيناً، فإنها تحاول البقاء في نفس الاتجاه. تؤثر انحيازات التأكيد على كيفية جمعنا للمعلومات، لكنها تؤثر أيضاً على كيفية تفسيرنا للمعلومات واستدعائها. على سبيل المثال، لن يسعى الأشخاص الذين يدعمون أو يعارضون قضية معينة إلى الحصول على المعلومات لدعمها فحسب، بل سيفسرون أيضاً القصص الأخبارية بطريقة تدعم أفكارهم الحالية. سيتذكرون أيضاً التفاصيل بطريقة تعزز هذا الموقف. لنعطي لكم مثالاً، قضية لقاح الكوفيد الذي بدأ تصنيعه وتصديره منذ مدة حول العالم، والذي هو موضوع مثير للجدل قسم العالم إلى مؤيد ومعارض. صديقنا أحمد هنا هو من معارضي فكرة التلقيح الكوفيد واللقاحات الأخرى، وهذه الظاهرة بدأت تنتشر حتى في الدول المتقدمة، ولأجل ذلك تجد صفحة أحمد الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالأخبار والمقالات التي تؤيد نظرته. تجده مثلا ينشر أخبارا عن حساسية مفرطة لشخص معين أو وفاة آخر بسبب تلقيه لقاحا، لكن حتى لو تبين له لاحقا أن هذا أمر طبيعي وأن الأعراض الجانبية هي ضمن المعدل المقبول وأنه في الحقيقة لا يوجد علاج آمن 100%، فإنه سيهمل هذه المعلومة أو سيقلل من شأنها، وانحيازه يميل إلى تشكيل الطريقة التي يرى بها التفاصيل، بما يزيد من تأكيد رأيه الذي شكله مسبقا. أجرى عالم النفس بيتر كاثكارت واسن عددا من التجارب المعروفة باسم مهمة واسن لاكتشاف القواعد. تبين له أن الناس يميلون إلى البحث عن معلومات تؤكد معتقداتهم الحالية. لسوء الحظ يمنعنا هذا النوع من الانحياز من النظر إلى المواقف بموضوعية، يمكن أن يؤثر أيضا على القرارات التي نتخذها ويؤدي إلى اختيارات سيئة أو خاطئة. مثال آخر، خلال موسم الانتخابات يميل الناس إلى البحث عن معلومات إيجابية ترسم مرشحيهم المفضلين في ضوء جيد. سيبحثون أيضا عن المعلومات التي تصف المرشح المعارض بصورة سلبية. من خلال عدم البحث عن الحقائق الموضوعية وتفسير المعلومات بطريقة تدعم معتقداتهم الحالية وتذكر التفاصيل التي تدعم هذه المعتقدات فقط، غالبا ما يفوتون معلومات مهمة. ربما ستؤثر هذه التفاصيل والحقائق على قرارهم بشأن المرشح الذي سينتخبونه. اليوم أكثر من أي وقت مضى العالم مقسم في أفكاره ومعتقداته. كان الجميع يعتقد في البداية أن الإنترنت الذي دخل عالمنا كان ليجلب العلوم وكشف الحقائق الموضوعية خصوصا، وأن معظم الأبحاث متاحة ومجانية. كان من المفترض أن يمحى الجهل وتزول الخرافات وأشباه الأفكار، لكن بدلا من ذلك نرى أن العكس هو الذي يحصل. الرأي العام العالمي مقسم والجو مشحون، والكراهية والفكر المتطرف بكافة أشكاله أصبحت أقوى وأخطر من السابق. تسممت أفكار الجميع بحيث أن كل كلمة نقولها مهما كانت بريئة تؤول من الطرف الآخر لتكون لها تبعات خطيرة. حصلت انقلابات وانهارت دول وضجت الشوارع بالتظاهرات العالمية بسبب رفض الطرف الآخر. تبين أن الإنترنت ببساطة ليس المكان الذي ستجد فيه الحقيقة الموضوعية، بل هو البيئة الخصبة للانحياز التأكيدي.
هناك تسميتان شاع استخدامهما لوصف الإنترنت، هما سبلنترنت والبلقنة الإلكترونية، ويمكنكم البحث عن هذه المصطلحات. لكن لماذا يحصل هذا؟ جمعت لكم بضعة عوامل أعتقد أنها تصف هذه المشكلة، ألخصها لكم كالآتي: نحن ندخل عالم الإنترنت أولاً ليس لتلقي المعلومات بل لتأكيد ما لدينا. هناك من يهتم بالمجال العلمي، هناك آخر يهتم بالدين، وشخص ثالث يهمه التاريخ. أنت لا تتوقع الباحث العلمي أن يدخل مواقع أو منتديات تتعلق بالسحر وعالم الأرواح، ولن تتوقع من مسلم أن يدخل مواقع تبشيرية لشهود ياهوه. كل منا يدخل العالم الذي يميل إليه، وهناك أي في المنتديات والصفحات المتخصصة يقرأ ويناقش مواضيعه مع آخرين لهم أفكار مقاربة. وما دور المجموعة هنا سوى تضخيم الآراء المؤيدة وتجريم الآراء المعارضة؟ الإنترنت المتداول وسيلة التجارة والتربح وليس وسيلة للتعليم، وأغلب الصفحات والمواقع والمؤسسات تبحث عن العائد المادي. لهذا السبب تجد في الفيسبوك، والذي هو أحد أكبر المواقع في العالم، تجد فيه صفحات ومنتديات من كل نوع: سياسي، اقتصادي، تعليمي، تجاري، كاهي إلى آخره. وكل من هذه الجروبات تجد فيها إعلانات مبوبة تلائم المحتوى. فيسبوك لا يهمه محو عقيدتك أو طريقة تفكيرك أنت بالتحديد، أكثر من مليار شخص لهم نفس فكرتك، فيسبوك يهمه المال فقط ولا شيء آخر. لأجل هذا إمكانية افتتاح موقع أو صفحة سهلة جدا، لا يمكن تعيين أشخاص بما يكفي للسيطرة على المليارات من المواقع والمستخدمين. الطريقة الوحيدة المتاحة هي باستخدام الحواسيب والذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي غبي في أفضل الأحوال، لا يفهم العواقب الخطيرة للكلمات حتى لو كانت ضمن المفردات المقبولة. لا أعتقد أنه توجد نية للدول أو الشركات تغيير طبيعة الإنترنت أو الحد من الجو المسموم الذي نضطر إلى التعامل معه كل يوم. كل شيء سيتغير فقط يوم تكون مصالح الشركات على المحك. نأتي هنا إلى إحدى أخطر القضايا التي لا حل لها: هل إطلاق العنان للحرية المطلقة والتعبير عن الرأي هو الأمر الصائب؟ أم كتم الأفواه وعدم السماح سوى للنخبة للكلام؟ علما أن هذه هي إحدى مواضيع الاختلاف بين الأيديولوجيات الشرقية والغربية. كلا الاحتمالين لهما إيجابيات كبيرة وسلبيات، لكن الأمر الذي علينا تقبله هو أن الإنترنت مع كل ما يحمله إلينا أصبح حقيقة لا يمكن تجاهلها. هذه جملة من المعلومات التي جمعتها حول طبيعة الإنترنت اليوم، وإذا كانت لديكم إضافات أخرى حول الموضوع أرحب بأن تكتبوها لنا في التعليقات. عندما نبحث في موضوع الانحياز المعرفي بكافة أشكاله بطريقة أو بأخرى، فإن تركيزنا يميل إلى أن نصفه عيبا، لكن علينا أن ندرك أنه حقيقة بشرية، والإيجابية والسلبية تعتمدان على الموقف. بالإضافة إلى السلبيات علينا أن نفكر ونفهم الجانب الإيجابي للانحياز التأكيدي. فعلى سبيل المثال، نحن نميل إلى تجاهل عيوب أحبائنا وأصدقائنا، لذلك عندما نتعرف على أشخاص جدد الانطباع الأولي الجيد الذي يأخذونه عنا يكون مفيدا في ترسيخ العلاقات. الهفوات والأخطاء اللاحقة يتم التغاضي عنها، وهذا مفيد على الصعيد الاجتماعي والمهني. علاقاتك مع زملائك ومديرك تعتمد في جانب كبير على الانطباع الأولي الذي يتصورونه عنك، لذلك إذا تعلمنا بعضا من هذه الحقائق البسيطة فمن الممكن أن تكون الفارقة بين النجاح والفشل. على سبيل المثال، ياسين في أول يوم له في العمل، في السيناريو الأول وبسبب سوء فهم أخذ زملائه عنه نظرة سيئة. في اليوم التالي عندما يلقي التحية على زملائه سيفهم على أنه تملق أو وقاحة. في السيناريو الثاني الجميع أعجب بياسين بسبب أناقته ولباقته. في صباح اليوم التالي عندما يحيي البقية الكل سيعجبون به وينبهرون بأدبه وخلقه. لاحظ كيف أن نفس الأفعال تعطي ردود فعل مختلفة بناء على استيعاب البقية للموقف. لسوء الحظ أو لحسن الحظ، نحن جميعا لدينا انحياز تأكيدي، حتى إذا كنت تعتقد أنك منفتح للغاية وتراقب الحقائق فقط قبل التوصل إلى الاستنتاجات.
لا تتفاجأ إذا خلصت استنتاجاتك بالتأكيد لانحيازاتك دون أن تشعر بذلك. عليك أن تدرك أن من الصعب للغاية محاربة هذا الميل الطبيعي. ومع ذلك، إذا علمنا بالانحياز التأكيدي وتقبلنا حقيقة وجوده، فيمكننا بذل جهد للتعرف عليه من خلال العمل على أن نكون فضوليين بشأن وجهات النظر المعارضة، والاستماع حقا إلى ما يقوله الآخرون وفهم دوافع تشكيل آرائهم. من الأفضل النظر من أكثر من زاوية بدل زاوية واحدة متفائلة. فإذا استمعت إلى الطرف المقابل وحاولت وضع نفسك مكانه، وفي نفس الوقت إذا فكرت بعقلك بدل مشاعرك، ستكون استنتاجاتك حينها أقرب إلى الموضوعية. يمكننا هذا في رؤية المشكلات والتعقيدات بشكل أفضل. على الرغم من أن من الضروري أن ندرك تماما أن انحيازاتنا الشخصية ستلازمنا دائما. ربما أفضل نصيحة لأي شخص وفي أي موقف هي: لا تتسرع في قراراتك مهما بدت الأمور جلية. والآن ننقل الموضوع إليك عزيزي المشاهد، هل كنت تعلم بهذه الحقيقة قبل هذا الفيديو؟ كيف شكل الانحياز التأكيدي التاريخ البشري في اعتقادك؟ نريد أن نسمع آراءكم في التعليقات. نشكر متابعتكم أعزائنا المشاهدين، نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا أولا بأول.